عودة إلى الوطن الآن، حيث أكد الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس خلال ندوة صحفية بأن الرئيس القادم للجزائر لن يختاره الجيش، كما تروج له بعض الأحزاب المعارضة في الوطن، موضحا بأن الجيش الوطني الشعبي مهمته الأساسية حماية الحدود فقط، والرئيس القادم في رئاسية 2019 سيخرج من عباءة الأفلان. التغطية لأحمد مدنية. الجيش عنده دور حماية البلاد، الأمن، وحدة الشعب، وحدة التراب الوطني، كما خرجنا فرنسا، كما خرجنا فرنسا الاستعمار، كما دافعوا العرب كي دفع. بديناها مع الجيش أفلان آيلان أول نوفمبر، لحد الآن أفلان آيلان. هذه باش تقول للجيش يختار؟ ما نعرفش عايشين، أنا نعرف الشيطان، نعرف الشيطان. إنسان يفكر شوية. وعبد العزيز بوتفليقة يقبل هذه؟ نعلو الشيطان.